السيزر سالاد دايما بناكلها في اي مطعم ايا كان مكانه ايا كان نجومه بتبقى حلوه جدا. ما نفهمش الاسم عشيب بس دي كده ايوه ما نفهمش ليه. عايزه اقول لكم بتبقى رائعه 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 وطعمها حلو جدا، ومن السلطات اللي لو كلناها لوحدها هي مشبعه جدا يعني وغنيه بحاجات كتير، فاحنا ما بنبقاش محتاجين حاجه. سجلوا معايا مقاديرها واعرفوا هي ليه، وهقول لكم وانا بقول لكم في المقادير. عندنا سيزر سلطه هنحتاج لها 2 صدر دجاج يكون مشوي ومتقطع شرايح، بنتبله بشويه ملح فلفل اسود زيت زيتون وبهارات. تمام، بهارات ايه؟ بهارات دجاج عندك اهو، بشوحه واخليه بالشكل ده واقطعه كده. عندي عايزه واحده من حزمه الخس الروماني، بتلاقوها في اي سوبر ماركت، لو سالتوا حتى الناس هتقول لكم، الناس اللي بتبيع الحاجات دي هتقول لكم في انواع في الخس كتيره جدا، خلينا متفقين اليوم اسامي بس اشكالهم ممكن تكون متشابهه. حبه خس روماني يكون متقطع، وعندي حزمه من الخس الايس بريج اللي هو او الايس بريغ على حسب كل واحد، بس هو ايس بريج يكون برضو متقطع شرايح. عندنا شرايح توست، انا واخده 6 شرايح توست بني يكون من القمح ومقطعاهم ومحمصاهم عادي جدا من غير اي حاجه، في شويه طاسه او في الفرن افرديهم في صينيه ويبقوا معاكي تمام جدا. وشرايح رفيعه جدا اهو للبارميجان او البارميزان. الصوص بقى الصوص وجمال الصوص واللي بيخلي السيزر سالاد تجنن يعني، بيبقى طعمها رائع. عندنا معلقه كبيره من الميه البارده، بارده تكون مثلجه. عندنا 4 معالق كبيره من زيت الزيتون، معلقه صغيره من الثوم المدقوق الناعم يكون مدقوق مش مطحون. عندنا ندقه لحد ما يبقى معانا مدقوق، بس ما اجيش انا وابشره واقول ده مدقوق لا. عندنا نص كوبايه من المايونيز، معلقتين صغيرين من الخردل اللي هي المستردة. عندي معلقه كبيره من الخل، ممكن نعمل المستردة الحبوب بس مش هتبقى واو، هو الصح هو دي عشان تبقى معايا ناعمه جدا. وعلبه من السمك يعني ما يعادل 6 قطع او 8 قطع من السمك الانشوجه اللي هو المخلل اهو بالشكل ده. وطبعا مش عايزه اكتر من كده. هعمل الصوص بتاعي الاول واركنه على جنب، يعني هعمل الصوص اول حاجه واخليه بقى للاخر. هتقولوا لي ازاي؟ هقول لكم زي ما انتم سامعين، ضروري جدا اننا نعمل كده، يعني من الاساسيات اني اعمل اللي انا هعمله ده، لانه فعلا بيبقى رائع 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 رائع. قلنا معلقه من الميه البارده، سوري اهو، خليني اخد معلقه من الميه البارده بالشكل ده. تمام، كمان عندنا 4 معالق كبيره من زيت الزيتون، وهبتدي اخد بقى المايونيز، المستردة، الثوم، يعني كل المكونات، الخل بتاعي اهو، خليني اخد كده، انتوا اعملوا المقدار بالظبط عشان يبقى مظبوط معاكم ويبقى معاكم حلو، اتفقنا؟ واخد كمان هنا ايوه كده، بس نقفل بقى الكبة بتاعتنا ونبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم. اهو نطحن دي بس، اهو الدريسنج بتاعي جاهز، يبقى معاكم ناعم جدا. المفروض انه بيتعمل الصح بتاعه بقى بيتعمل في ايد الهون، الصح بتاع الصوص ده بيتعمل في ايد الهون، بس طبعا دلوقتي المسائل اتطورت وبيبقى اسرع الموضوع، بنريح نفسنا الصراحه. فبنعمل ايه؟ نعمل نفس اللي انا عملته دلوقتي في الكبه صغيره ويبقى معانا حلو جدا. خلوني اجيب بس بوله هنا، الدريسنج بتاعي جاهز حلو جدا، بنطحنه مرتين ثلاثه لحد ما ينعم معايا خالص، لازم يبقى معايا ناعم جدا، وبيبقى بصراحه يعني مش هحكي لكم شهادتي مجروحه فيه لان انا من عشاق السيزر سالاد بصراحه. هاجي اخد، خليني اقسمه الاول على 2 ونحطه هنا.
ناخد بقى الخس بتاعنا اهو ونفرم نفرم نفرم بالشكل ده وكده وكده اهو كده. هحط شوية من الدريسنج بتاعي على السلطة بتاعتي وهقلبهم اقلبهم، تبقى معايا جاهزة، تبقى معايا جاهزة لإيه؟ إني أزينها بشوية حاجات بسيطة خالص. أنا حطيت الدريسنج أهو زي ما أنتم شايفين، هبتدي بقى أقلب فيه براحتي خالص. طبعًا تعالوا معايا نبص إحنا عملنا إيه؟ خلطنا السيزر سلد بتاعتنا أهي، وحطيت عليها شوية عيش بتاعي عشان يبقى حلو جدا. ممكن تعملي عيش ابيض براحتك خالص يعني زي ما تحبي، بس هو بصراحه الدريسنج محتاج مع التست بتاعه يبقى احلى ويبقى اخف معانا. العيش اللي انتم شايفينه قدامكم ده هيبقى حلو جدا ورائع. نيجي هنا بقى للبارميجان، ناخد ارفع حاجات عندنا واصغرهم. بسم الله بالظبط كده، مش عايزه اكتر من كده. حابه بقى احط معاها الدريسنج بالشكل ده من فوق خالص، او ما احطش، او احطه في سوسيرة جنبي ادخله للتلاجة يفضل معايا 3 ايام، هيبقى معايا حلو جدا ورائع وطعمه الصراحة حكاية بمعنى حكاية، يعني طعمه من الأطعمة الرائعة جدا.